التصوير الجوي الدرون أصبح أمرا متاحا في كثير من دول العالم، لكن في قطاع غزة الأمر مختلف تماما، وقد يكلف التقاط صورة حياة من يستخدمها. ميناء غزة أكثر المناطق جذبا لمصوري هذه الطائرات الصغيرة، وهنا مشاهد أخرى غير مألوفة لسكان هذه المدينة التي تعاني من الروتين اليومي. سليمان مصور احترف التصوير الجوي منذ سنوات، والتقط مشاهد مختلفة حصد من خلالها على عدة جوائز، لكنه يرى أن الصور التي يلتقطها لا تظهر حقيقة المخاطر التي يتعرض لها. مساحة قطاع غزة مساحة صغيرة، 365 كيلومتر مربع، انت في منطقة مكشوفة لطائرات الاستطلاع بتاعت الاحتلال اللي بتشوش اصلا كمان على طائرات التصوير الجوي المختصة بالتصوير الصحفي. كثير من المشاكل الثانية الأكبر والأكبر إنه أنت بتلاقيش قطاع غيار، لا شلدات، لا مراوح، لا بطاريات، لا وصلات أصلية، ناهيك على الاستهداف، تغطية الأحداث على الحدود في المظاهرات اللي كانت شغالة بسنة العودة الكبرى. صباح البحر. في أبريل عام 2018 قتلت إسرائيل الصحفي ياسر مرتجى على حدود القطاع. وزير جيش الاحتلال قال إن قواته أطلقت النار عليه لاستخدامه طائرة تصوير صغيرة، ادعى أنها شكلت خطرا على الجنود، وهو ما تم نفيه فيما بعد. رشدي الذي أسس مع ياسر شركتهما الخاصة أكد أنه لم يكن يستخدم الطائرة في ذلك الوقت، وهو لا يرى كذلك أن استخدامها مبرر لإطلاق النار عليه أو على أي صحفي آخر. رغم أن الإدعاء مش صحيح باستخدام ياسر لهذه الطائرة يوم استشهاده، إلا أنه هذا الإدعاء أو هذا التصريح بيعطينا إحساس بكديش امتلاك طائرة التصوير بشكل تهديد على حياة أي حدا بيمتلكها، وبالتالي أصبح بديهيات صناعة الأفلام واللي هي نقل صورة مختلفة من الجو ممكن تدفع الصحفي بحياته في حال استخدامها في غزة. منع إسرائيل دخول هذه الطائرات يأتي بذريعة أنها ضمن قائمتها السوداء الخاصة بالمواد المحظورة لازدواجية استخدامها، لكن بعض من امتلك واحدة بطريقته الخاصة استطاع أن يوثق أحداثا مهمة مرت على الفلسطينيين وتدين الاحتلال في اعتداءاته. صالح النطور، العربي، قطاع غزة.